الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. منال الطحاوي رحمه الله يبارياوچ سراوچ بارياوچ يميسروت سرا يميسرواچو سراوچ خلق الله يا الله فطرتات ناتشو الله ني فطراتشو وكسب من العباد بارياوچ دمو كسبوا تاليهنن الله يخلقون نجر يخلقون سرا كسبوا تالينسو كسب ناتشو يبارن يا الله فطرت نو ينسو كسب نو يعني العبد لا يخلق فعله باريا سراون أي فتروم إنما يكسب. الشرح: أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله. يا باريا وشراوش بتقل الله باريا ميسراو سراهلو يا الله سبحانه وتعالى مخلوقات فترتاتنا تشو، وهي من العباد كسب كباريا وش النسو سرتو تالنا كسبو تال يبال الفترو تال يبال. فالأفعال الاختيارية تقع كسبا للعبد بمرجعه متسرات شو سراوش عند باريا بفلاغوتو بمرجعه يمي سراو سرا تقع كسبا للعبد لباريا بكسب النت كسبو تاليهن سرا تبلو يكستال يصاف اللتل بس لي وإما تفوقون يصاف البتل. وخلقا من الله تعالى إيه نقر ميقنيو الله فتروت باريو قن كسبوتنا ميبار باريو فتروت أرلم. فهو سبحانه الذي يخلقها أي يبرزها من العدم إلى الوجود. الله سبحانه وتعالى السنو يمياس قنيات كالمنور ودمنور يمياوت أو ودى قنية النت ودى مقنية مياوت أو الله سبحانه وتعالى نو باريا وشير اللومي فتروت لا خالق إلا الله كالله بستكر للا فتاري إلا الله يهل فتاري نوسيبان يسرات شنم يأكالات شنم نو. والعبد لا يخلقها وإنما يكسبها باريا أي فتر ميان ننسرا إنما يسروا كسابي هونوال السو باختيار وصل سراو يعني النجر الله فترة على السلي يزي سراب على بيت يسو كسابي هونال. ويقال يعملها يكسبها مبلل يعملها مبلل يعني نسرا كسبو تالي بلل يعني نسرا سرتو تالي مبلل بهولتو ملكو يقلسل. وهما عبارتان عن أمر واحد النزيه كسبنا عمل يميلو هلتم عند النجار يميجلسو هلت قالوش ناسجوم كسبم عمل يبالل هلتم عمله يبالل اكتسبه ويمكسبهم يبالل. وهذا هو المذهب الحق، وهو خارج عن مذهب الجبر وعن مذهب المعتزلة الفاسدين. هي امنت هي مذهب أهل الحق يا لاسجو مذهب خارج عن مذهب الجبر كجبرياوش امنت كنسو اكاهير كنسو استساسب يوطان الجبرياوش امنت مندنو باريا من ما يتختيار يلو كالريشه المعلقه نو اندا تنطلطلا اير لاي تنطلطلا لابا نو تميلها الرياح يمنه ويسره نفاس ودقني ودغرا اندمياو لبلبو ودزيا ودزي اندمياراغو لابا نو سراون بمرجع أي سرا أم يالونه والنسو من ما يتمرجع لهم هي ننسرا سرانا ميلوت. وهذا باطل، وهذا يعرف بطلانه بالإحساس. نحن نحس راساتنا إن إحساس النار قالن بمرجع أتشن من سرا ونسرانا يا لمرجع أتشن من سرا ونسران ليالن سو قفترون سيطلننا إن راساتنا سنروت إثلاينا كون بوتا سو قفترو عندنا نكبال للبيارة قلنا إنيا براساتشن فكاد من كبال الفلقان سننن كبال لل هولتو اللي يونتنا قلن سلزي بمرجع من سراو سراء الله يالا مرجعاتش من سراو سراء الله
የባሪያ ሁሉም ስራ ያለ ምርጫንም ይሰራው የሚለው የጀብሪያዎች መذهب ነው መذهبው ጀብር ይባላል يعني ባሪያ ተገዶ ነው አንድም ኢኽትያር የለውም ሙጅበር ነው የሚል እምነት ነው ያላቸው የኛ መذهب የአህሉ ሱና መذهب ከጀብሪያ መذهب ውጪ ነው እንዲሁም وعن مذهب المعتزلة ከሙዕተዚላዎችም መذهب ደግሞ ውጪ ነው ሙዕተዚላዎች ምን ባዮች ናቸው ባሪያ የራሱን ስራ ራሱ ይፈጥራዋል ነው የሚሉት ወልዒያዙ ቢላህ بعضهم يقول بقدرة أعطاه الله إياها إلى الله بفتر الله قدرة السوي فتر الله ميروت عند يوم أن نلتشو الله تعالى يباريان سرا مفتر يشل نبر إلى الله قبل أن يعطيه القدرة عليها والعياذ بالله لباريا قدران كما استطوى فيتالو وبعد أن أعطاه قدرة عليها صار عاجزا له والعياذ بالله قدرة كستطوبها لكن الله تعالى يباري أنسرا مفتر أكآته السنو يفلق أنسرا يفتر والرسول يا أهل الحق مذهب بالنزينة بالنزي مهاكلا يعني العبد ليس مجبرا والعبد لا يخلق إنما العبد مختار تحت مشيئة الله اختيار ببال نقر اندال لو بإحساسه براسه متاكو የሚሰማ ነገር ነውና መካድ አይቻለም ኢኽትያር እንዳለ በራስ መታቀው መትለየው ነገር ነውና መካድ አይቻለም ሁለተኛ ጀብርና ተክሊፍ አንድ ላይ አይሄዱም አይስማሙም ማስገደድና ማስገደድ ሲባል ምንም ማይሰውየው ምርጫ የለው ምን የለው ምን የለው በመርጫው መስራት ማይችል እንደገና ይሄንን ስራ ተብሎ መታዘዙ ማይስማሙ ነገሮች ናቸውና አብረው ማይሄዱ ናቸውና كعقل أنصارم سنايو باطلنا ودكنا كشريعة أنصارم سنايو باطلنا ودكنا شريعة اختيار لنا الرقاق تقولنا بعقل مدمو اندرس بتالن يجبرية وش مذهب ودكنا كالله ينا فتار يلمنا المخلوق لا يخلق فطور أي فترم منا باري أسرا ونما يفترم أكالون دال فتره هلو سلزي يزي أسرا فتاري الله نو بلنيا بمعتزلنا بجبر مهاكل يالا نسوه هنا امنتنا يالا اهل الحق يا اونت بالبيتوج عند جبرياوچ انلم عند معتزلاوچ انلم ሁለቱ مذهبوچ الفاسدين فاسدوچ يهونو مذهبوچ ناتشو كሁለቱ مذهب وچي يهونا تككلنيا امنت نو يالا اهل الحق سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاه والسلام من الاچو وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى رسول عليه الصلاة والسلام بزياء طورنا تلي بزو سراويتوش نبرو أحزاب نبيو عفر أفسو كزيابو هلا ورو رباشو شاحة الوجوه بلو الناس لي بتنو باشو ما أن ورواريو عند تقبار ستاي عند سرا ستاي نبيو ناشو الله سبحانه وتعالى من ألاته وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إهي أهوني قال لهم نقر من الرقاقات لهم يبارع سرى يقع كسبا منه من العبد وخلقا من الله بارع يكسب على نجي أي فترة وما رميت ألاته ما مثلوا نفي نج أنا وروركم مالتنا إذ رميت يا ورورك جزيلا موالاتشو قرآن لا يتناقض دايل لنا قال لن يا ورورك جزيكو أنا ورورككم إن ديتنا ولدتن أبرا من الناس كيلو وما رميت مالت خلقا مالتنا يعني أنت مورورن على فتركو إذ رميت مالت إذ كسبت الرمي مالتنا مورورن يكسبك جزي ولكن الله رمى خلقا الله سبحانه وتعالى نو يهنن مورور يفتروا سلزي انت ساتون الله نو يفتروا ان انت الجدلاتشواچهم الله نو يجدلاتشو من الذي تعاطى اسباب القتل مشركوچون يمجدلن اسبابن يسروت انما ناتشو صحابوچو ناتشو نغرغن ان انت ايرلاتشوم الله نو يجدلاتشو والا يعني خلقا هو الذي خلق فيهم الموتى مالتنا السنه وموتن ان السنه يفطروا
إن سو أي فترم إنما يكسب على ميلو هي لهلتم أنجوج ملسنا وكتب يتقسنا آية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا جبريا وكم ملسنا لأن الله قال إذ رميت بلو كسب لبارع الرقاق طول كسب دمو باختيار ميد الرقنا قرنا ولكن الله رمى الله سبحانه وتعالى نوغني ورو وروسل يفترو السنو سلزي معتزلة وكفتر والبارع يفتر اللي ميلوت ورقنو قرآن له لتم رد هذا القول له لتم أنجوج قال المؤلف رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون هيك قدم يقرأنوا آية يسترقونه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يملو الله سبحانه وتعالى بارياوچن يميشلوتن انجي آلاس قدداتشو تكليف على درقاتشو سبو بلو آلاس زداتشو يميشلوتن انجي كزياس ولا يطيقون إلا ما كلفهم ايشي عبارة بزي زوريا من قد يعني ضبطان بدن بارقو يا لوك وسوج شرح لي تنتاني لي شرطتي الوالو شيخاتي رحمه الله بزي ملكو ضبط ارقو معناه ما برار توتال الشرح ان الجمله الاولى معناها ظاهر يعني جمريو جمله ترجمو قلصنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها يميلو ايه تفسير نواجرو فالله تعالى لم يأمرنا بفعل ما نعجز عنه يمان تشلون نجر سروبلو الله على ززنم يمياكتن نجر سروبلو الله على ززنم صلاة بن الملكات أنسو قوموا مسجد سيشل قوموا يمسجد قديثا ودسو توجيه الدرقال يهي تزاز ودسو يزورا قوموا مسجد يالشالا جزي قوموا مسجد تبلو يقدد إنما ودم يشلون من الشجاعجرو، كوج بلا سجاد ميل تزاز متألف على كوج بلا مسجد يشلكو هنا، كوج بلا مسجد ما يشلكو هنا رقمه، يثنى جونه، عكم يالله كسبه هلا، ودعون قادم بلا مسجد نو، ودعون قادم بلا سجاد ميل خيطة ورسو توجيه الرجال، لكن داك أمونا ميكيرو، يم ما يشلون نجار الله عاسجد دوم، يعني فالله تعالى لم يأمرنا بفعل ما نعجز عنه يمياكثني هنا يمانشلوني هنا سرا سروبلو الله على ززن وأما الجملة الثانية وداو وأنه زلال هلتنيا وجملة ليسا هلتنيا عرفتنا قرس فمعناها أنهم لا يلزمون أي ليس لمخلوق أن يلزمهم إلا ما كلفهم الله به ما أنني مخلوق الله سبحانه وتعالى باريا وچن بازززبت انجي باسقددبت انجي كزيابة لي ما سقدد ايشل مالتنا ولا يطيقون إلا ما كلفهم مالت خليفة بنور بشوم والي الأمر بنور مثلا يأن هاجر أستدداري بشريعة ما يستددر بنور قاضي بنور مان بنور اكما اتشو يفكدون انجي الله تكليف يارقات شون الله تعالى قديث يارقبات شون من دنو اكما اتشو ميشلونه كذي بلايل ياسجدداتشو ايتشرم ولا يطيقون الا ما كلفه يعني من مخلوق متو النزهين يا الله مبارياوچ لاسجدد بيل الله تكليف يرغاچون بازاچو ملكو انجي اقماچون بفم يعني باغنازا ملكو شريعه بزيانو نمياذو بزيا ملكو انجي كذيا بلاي الله قديسا كارغباچو بلايل ياسجدداتشو ايتشرم يهنن يقد ما شاء الله باتشو بلو ليازاتشو ايشلم فيطيقون في الجملة الأولى بضم الياء يطيقون يملو لا يكلفهم الله لا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ياء ضماتنا لك بضم الياء وكسر الطاء طاء مكسوراتنا لك كسراتنا لك يطيقون هنا وأما في الثانية فيتعين قراءتها بضم الياء وفتح الطاء يو ضمات ونالش ياء
طاءها كسرة ساتون متونو فتحان متونو يعني ولا يطيقون إلا ما كلفوه ما يبال ولا يطيقون إلا ما كلفوه ما يبال لمن معنى سلمي فاسد سلمي هونو معنى وفاسد سلمي هونو تعالى تسل وتشديد الياء ياء وشدامون اللبات ولا يطيقون بميل نو ما كرات اللبات التي بعدها ولا يصح معنى هذه الجملة الثانية إلا على هذا الوجه بزي ملكو قال هنا بزي ملكو ضبط أرجنو قال هنا مستقر يزيها عرفت نجر ترجم تذكره هنا يزيها عرفت نجر ترجم تذكره هنا ولا يطيقون إلا ما كلفهم ببالنور معنى وفاسد لم يهون لظهور فساد ما سواه كزير لا لو ضبط معنى وفاسد لم يهون لأن المعنى على ذلك ينحل إلى أن العباد لا يستطيعون أن يفعلوا سوى ما كلفهم الله به يعني من هنا بزي ملك بهون نور ضبط يتدرقوا بدن بلب بلو ولا يطيقون إلا ما كلفهم ببالنور من مالت نبرمي هنا وترقموا باريوك الله يسقددات شون أنجي كزي إلى مسرات أيشلوا ما يهون نبرا الله يسقددات شون أنجي إما أمرهم به مالتنا الله يعززات شون أنجي ليلان مسرات أيشلوا ما يبال نبرا سووش يسروا يالوت هلوم سووش يسروا يالوت الله يعززات شون هلوم هلوم سوون دزار لمحالو هل هلوم سنايو اندزار لمحالو يتوسن سو الله يعززون يسرر ابزانياو سو غن الله كعززه وچين يالو وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين انت منين بتغواغوا ابزانياو سو مؤمن ايهونن بلوا الله تعالى ابزانياو سو مؤمن ايهونن احصائم هون يالون سليتن بنملكت يهزب ذاتنا مؤمنو من يهل نو يلون بنلي ابزانياو سو كافر نو ابزانياو سو كافر نو كسو ديجوچ است معناتنو باهون ساعت انكون يالون بتشا بنا سلا سلازي بارياوچ اسو يازازاچون انجي ليلان مسرات چلوتاو يهلاچو ما يبالو اسو يازازاچون تتو ليلا ميسرو بزو علونا سلازي كواقعو غار ما يسمما نو ميهونو بزي ملكو ضبط بيدرك ولا يطيقون تبلو بيكرا معنى وتذكر يهون واقع النجر تجأباج والنبارة يهون النجر ما استباب بالجملة تذكر يهون تكأباج نتيلو إياه يهو يالله النجر سماء تقرنج تبلو يهون كتاب لا تسبه بالتاي آه تقرنج حتنا تساس طال متلو زيلا بتجأباج متاي وسماء تقرار اللشم واضح تجأباج من هون ومتاي والنجر يميك أرى النجر الكتاب لا يمكن مستاجين صحيح تساس طال نيبال نزيلا يستثعلنا يبال من قالوا والواقع أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم الله به وذلك حال أكثر البشر ظاهر منا بارعوش يا الله انتزاز يمي خالفوا بات يمي خالفوا أبزان يوشو ناشون دو مرلا بزوشو خالفوا سيسروا التيار إيثنا قرني لنا ويا الله انتزازنا ما قلنا مشيئة الله يا الله ان مشات لنا يا الله ان مشات مي خالف ما هن مي لم اي شلم يا الله يشاو بتشان مي هونو يا الله تزازو والمشيئه ليست تابعه للامر مشيئه امر تكتلو يمطى نغير ايدلم يا ززون كله شتوت الله يبالو ازو يا رشاو نغير الله كله نمسو بايمان ازوتال لهولم كن ايماننا الشالتم سلازي ባሪያዎች እሱ ያዘዛቸውን እንጂ ሌላን የሚሰሩበት አቅም የላቸው ማይባልም ይሄው ያያየነው ያለነው ተቃራኒ ስለሆነ وذلك حال اكثر البشر يا ابزانياው ሰው حال ይሄ ነው الله ያዘዘው ሰውን የከለከለው መስራት ነው እና ይሄች ጅምላ በዚህ መልኩ ضبط መደረጓ ነው ትክክል የሚሆነው ይያሉ ነው مؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله منال عن إمام الطحاوي رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله أهلو
أهون يالنو نجر أهون يتقصنو يا لا حول ولا قوة إلا بالله ترقمنا أول ترقمنا يعني باريوج يكسبالو انجي أي فترو الله نو يمي فترو أن الله سبحانه وتعالى دمو باريوج يزاتشو باك ماتشو نو كزيا بلي على سجدتشو يمي لعرفت نجر كدمو تقصوال هي قدم يتقصنا ويا لا حول ولا قوة إلا بالله ترقمنا وقالنا نقول قالوا إن لا لنا يمجمعون جملة سيابرا روت لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله لا أنمسو ما أنمسو من معنى الزادي له بالهات له عندهم دعمو إنك سكاسيم يلو براسو ميسجنيو يلو زور مالتهم تحول كمن عن معصية الله هاتئة كمسرات وانجلن كمسرات مراك كزيا زور مالت وإن كزيا مشش بالهات يلوم إلا بمعونة الله الله سبحانه وتعالى سيعجز ونجي يعني معونة الله بميلو تلي يتفلقبت بعصمة الله مالتنا با الله تبقى يعني أعانه الله أجزه من بمادرك كما عصي بمراك قد لا الله أجزه خلق فيه القدرة قدران الله فترلت من ميارقبت كونجر راس يميارقبتي هنا كونجر راس يميارقبتي هنا قدرة الله فترلت سلزي يا الله نوالتنا الشرح أن قوله إلا بمعونة الله أي إلا بعصمته بالله سبحانه وتعالى متأبك أنجي الله تأبك وتنجي السبراسو كزي نجر مراك أي شلم أنم سوهاي للو فعبر المؤلف هنا بالمعونة مؤلف الطحاوي رحمه الله إلا بمعونة الله بلو معونة بميلك آلنو يقلسوت وأما في التفسير الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا نبي عليه الصلاة والسلام نققرقن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزقبت يساتشو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ملون يفسر ربت عفسانسر يمجمر أو جملة إلا بعصمة الله ملون نبي عليه الصلاة والسلام يتقبت إلا بعصمة الله ملون ولو عبر الطحاوي رحمه الله بذلك كان أحسن ألو شيخاتي رحمه الله الإمام الطحاوي يعني إلا بعصمة الله بميلك قال جالس أو بهون نورو يهنن قال تتكمو بهون نورو يتشار نبرة لمن من نقر استناقر لفظ راسو كحديث قار مقتم وطرو نقرنو ملكام نقرنو كنبيو حديث قار عليه الصلاة والسلام يمي قتم قال متكم تمرأت سلهنا يا يتشار نبرة لالو شيخاتي وهذا حقيقة العبودية إهنو يا بارنت حقيقة وإهنو أني بار يا نين ستل أنا لا أخلق مالتنا أني مفتر على الكلم أني راسين كونجل متبك على الكلم الله سير لنجي خير من مسرات على الكلم الله سيعجز ننجي كونجل متكبو الله سيطبق أينو خير من سراو الله سير لينو يميل أمنت حقيقة العبودية بارنتهن مترقى قطبت أن يكون العبد مفتقرا إلى الله في العصمة في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات عند باريا كونجل متاكب ودع الله سبحانه وتعالى تقنيا فلاقي كجاي مهنو كالله كجاي فلاقي مهنو الله عندي تبكو خير اللي سرى دمو توفيقون اللي ستو ولا الله كجاي مهنو نيبار النت عبودية حقيقة نهينو فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين باريا بهلتون قداوش لي كالله فلاقينو كالله كجاينو بهلتون قداوش لي في التحفظ عن المعاصي يما جمّر يا قداي كمعصية لمتاك أب كمعصية لمتأبك كالله يفلقان وفي القدرة والتمكن على الطاعات خيرا طاعة لمسرات رقمو أكمن يا جن أندم مشات شلتم كالله فلاقينا
فلذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة. لزيامنا ونبياتنا عليه الصلاة والسلام إيشن قال لا حول ولا قوة إلا بالله متلوان قال جملة من بلو سيموات كجنة دل بهابتوش مهكل آندوا يتطلق كما هبت كنزا من كنوز الجنة يعني هي تلك هبتنا والثنا يا حقيقة بارنة من رقاقة بسلهونة يهنا باريا أمنوسي كبل بارنة بحقيقة أو قوال مالثنا والكنز كنز مالثنا سيبان هو المال يدفن ليحرز ويدخر أي لينتفع به بعد ذلك كنز مالثنا يميت أراك أمي هنا كنز مالثنا هبت من لما 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 رجنم يتراكم ودفيت يسفل لجنيال بلوم عند سو كفره ميك أبرو جنزب لو دفيت تكمل جنيال ميلو جنزب كنزي بلا عندي عينته لو دفيت تكمل والله بلوم ميك أمت جنزب نو كنز مالت وأطلق على الحوقلة لأن أجرها مدخر لقائلها هي شيء حوقلة مالت لا حول ولا قوة إلا بالله مالت هيك قال كنز تبلا يتسيمت شو لمن دنو مكنياتهم أجرا ودفيت بآخر علي يا لا تنسوا بتأم تستك أمثلة هونك هيكين بمالت هيكين أمنوا بمقبلنا بمعز بلبوس بمانور يمي جنيو تكم يودفيت تكم يا آخرة تكم سلة هونة مالتنا يعني مدخرنا تتراك ما يكمل التي هونة تلك هبتونا ومالتنا فإنه قال لأبي موسى الأشعري نبياتنا عليه الصلاة والسلام لأبو موسى الأشعري من الوشو رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة كجنة دلب هابتوش يتراك كما هابت عنده لا ملكة هنا سيلوشو قال وما هو من النوسو نقر نسكي على الشو أبو موسى الأشعري قال نبي عليه الصلاة والسلام من قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله نو هيكنا تشارد رواه الإمام أحمد هنا الإمام أحمد زقبه تال واجتمعت الأمة على كون هذه الكلمة من أصول العقائد أمة بتكر الله مسلمه لا تسمى متول هيكي كلمة هيكي عرفت نقر كعقيدة مسارته جزء عنده مسارته كعقيدة مسارته ونتوى جزء عنده نو وهي كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكن نزيج آية نج بمعنى الرجاء سنناتشو الله سبحانه وتعالى يشاء الله شوهن انجيكو أهتشون يعلم ما تكيتا الله يشاءون انجي والمعنى أن العبادة لا تكون لهم مشيئة إلا أن يشاء الله أن يشاء كذب فيت من دال لفو بارعوش الله أندي شو يشاء الله مشيئة قال هنا مستقر ليلا يلا شو ينس مشيئة راسو الله أندي شو يشاء الله فما شاء الله في الأزل أن يشاءه العباد تحصل مشيئتهم تحصل مشيئتهم له الله بأزل باريعوش إهنن أندي شو يشاء الله شوك هنا يعني أقر يهونال ينس مشيئة يقنيال يعني مشيئة شن من ناقرات شن مع السبات شن من راملات شن من بلات مدتات شن مسجر مسؤومات شن انكسكاسات شن إرقاسات شن هلهم يا الله مخلوقنا يا الله مخلوق سلهنا الله ساي فترة وفيت أو قوتال شتوتال لم دمون ديقن ياوكون اندي ندميغن اندي يغن شتوتال سلازي انيا يمنشاو راسو الله اندي يغن سلاشاو نو معناتو اند نشاو اند نفلغو سلافلغو نو الله تعالى والا فلا يحصل الازيا يا نغر لي يغن ايشن معناتو سلازي خير ستسرا الله اغزوه نو الله شتوت نو الله وسنوت نو الله متجلبتن قدره فطرو له نو كشر سترك
الله تعالى أن تتبك أو قتان لما تتبك أو قتان شتوتان من تتبك أبتن شلوتا ستوها الفترة لها سلزي الله يشاونجي ليلا أيهون باري أوتي ينسو مشات الله سيشاونه ويمي هنا وكمي لو قار يمي قد أمي هنا معنا يلون ولا حول ولا قوة إلا بالله يمي لو قال المؤلف رحمه الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله قم ما شلونا نملو مجمّريا لا حول ولا قوة إلا بالله يلون كتك أصبحنا يفسروت يمجمّريا جملانو ولتن يودمو يعني لا حول إلا بالله يلون شرح رقال ولا قوة إلا بالله يلون ما هم شرح رقال واضح يمجمّريا لا حول إلا بالله يلون شرح الرجل ولا تنجو ولا قوة إلا بالله يميل ولا مشرح الرجل ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله يعني أندمسوا طاعة تزازل لمسرات بتزازل أي الله بعززون غير لايك أتلا مالتنا لمسنات هايلو يلوم إلا بتوفيق الله الله سيجت ما توفيقا سيستا ونجي يمش لبتن خير مسرابتا قدرة سيفتر لتنجي الشرح أنه لا يقوى أحد على عمل الخيرات إلا بتوفيق الله أن نمسو خيرات لمسرات أكمل اللوم أي شلم الله قدرة سيفتر لتنجي خير مسرابتا كما أنه لا يعتصم عن السوء من المعاصي إلا بعصمة الله يعني كما عصياك وانجلم ميرك أو الله سيطبك أو اندهون أو هلو خير مسرابة قدرة قوة مما يغنيو الله سبحانه وتعالى قدرة سيست أو نوما يعني فتر لثنو والثنو الله 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 بقرآن ليمنا له ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الله أكبر ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ملائكة وشن بورد الله تشو من كوانا الله سبحانه وتعالى ملائكة وش بيوردو وده من الرية تايو يعني سون من نقرو ودا الله من قد ميتقرو بشرنا ورلا نبينا يمي بلا ميتقتانا سوى عيد الله ملك بورد الله تشو ببهريو يتلي ملائكة وش كوان بيوردونا وكلمهم الموتى موتان بيان نقرو تشو كوان أو نيكو أعلم أن بلان الذين ذهونن عندنا غير قطمن بلاو موتانوش بيناغرواچو ويهم دمو امن وي موت موتانوش ياغطماچو نغير بيناغرواچو وحشرنا عليهم كل شيء قبلا هولم نغير في لفيتاچو من بارغلاچو بقسقسلاچو ما يسمي فلغوتن نغير ما كانوا ليؤمنوا الله اكبر ليامنوا أن نبرم على الله تعالى إلا أن يشاء الله الله تعالى يشاء به ننجي شتو به ننجي يميامنوا أن نبرم الله أكبر يعني الله تعالى يشاء بجان دميهن كذي آيامن الجنزب على المرسم نعم إن شاء الله لا زاريز الشلائم ناقوم منه لا حول ولا قوة إلا بالله تفسير عثال نجم كذي قرمي يازون تبوش النسل الله سبحانه وتعالى سمتوكم يتكموا تدرقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.